ارحب بضيفنا الكريم السيد سامح شكر وزير الخارجيه. تحياتي للسيادة الفندم. اهلا وسهلا. مصر، الشعب المصري اهتمامه رقم واحد، ال 100 مليون الميه، السد الاثيوبي. زياره حضرتك مع السيد وزير الري اول امبارح الى السودان والبيان المشترك، احنا رايحين فين بصراحه في هذا الملف؟ يعني طبعا الشعب المصري محق ان يهتم ويتابع القضايا الخاصه بوجوده، وبالتاكيد ان مياه النيل امر يهم كل مصري، والحكومه المصريه تتعامل بشفافيه تامه وتطلع الشعب المصري عن كل التطورات المرتبطه بالمفاوضات. اخر محطه طبعا كانت الزياره اللي قمت بها ومعالي وزير الري الى السودان لتاكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين باعتبارهما دولتي مصب، والتضامن والتنسيق الوثيق بينهما استعدادا لما قد ياتي من مدار مرتبطه بالملء الثاني. هناك طبعا متابعه ايضا للنواحي الفنيه، الرصد للتطور الخاص بمستويات البناء في السد، وتقييم دقيق لها. تم الاشتراك مع أشقائنا في السودان في هذا التقييم، في مراجعة كل البيانات الفنية المرتبطة بصور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أنه وتيرة البناء في السد لم تصل إلى ما كان منتظر، وهذا ما أكده وزير الري الإثيوبي. لكن نحن نعتمد على التقييم الذاتي لهذه المراحل، ولكن في نفس الوقت نتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية، أن يقدم الجانب الإثيوبي بعد التعنت الذي أظهره في مفاوضات كينشاسا باتخاذ إجراء إحادي بالإرادة المنفردة دون التوصل إلى اتفاق بالملء الثاني، وهو أمر مخالف لاتفاق المبادئ، وأمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وأمر سوف تواجهه كل من مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي، وتتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحة الدولتين. هل وصلنا لطريق مسدود؟ دائما لدينا أمل في أن يتم الانفراج، ولكن هذا الانفراج يتوقف على الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي. مصر والسودان أبدوا كثير من المرونة، وضعوا أنفسهم في كثير من المناسبات في لتقدير المصالح الإثيوبية وقدرة على التعامل معها والحق لأشقائنا في إثيوبيا في التنمية، دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان في ألا يصيبهم أي ضرر جسيم من جراء ملء أو تشغيل سد النهضة. الأمين العام للأمم المتحدة اتصل بسيادتك امبارح، وحضرتك أكدت على موقف مصر. المجتمع الدولي فين من هذه القضية اللي ممكن تؤدي لأزمات حقيقية؟ بالتأكيد الأمين العام لمنظمة الدولية الأمم المتحدة هو معبر عن الإرادة الدولية، وكان اهتمام سيادته بالاتصال وإبداء القلق مما وصلنا إليه هو أيضا تعبير وانعكاس للقلق الدولي من إمكانية الإقدام على الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق، وما قد يتبع ذلك من خطوات تصعيدية من توتر في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، يضاف على ما هو قائم الآن من عدم استقرار، من توتر، من صراعات، وكل ذلك دليل على أن المجتمع الدولي يتابع هذا الموضوع ولديه قدر عالي من القلق، وبالتالي تقع عليه المسؤولية في التعامل مع هذه القضية من منظور العدالة ومن منظور تطبيق قواعد القانون الدولي، ولا نطلب إلا ذلك. هل ممكن تحرك الأيام القادمة قبل الملء الثاني من المجتمع الدولي، ضغوط من أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة؟ نحن على تواصل مع كافة الشركاء، هناك مبعوث من قبل الولايات المتحدة عين له مكانة وقدرة، ونحن على تواصل معه مستمر في إطار التنسيق، أيضا الاتحاد الأوروبي وأيضا سكرتير عام الأمم المتحدة ومنظمة اليوناب المعنية
بالقضايا الخاصة بالمناخ والقضايا الخاصة بمثل هذه الأمور المتصلة بالأنهار الدولية، ولديهم القدرات الفنية التي تعاون الأطراف. دائما مصر وتصور السودان أيضا لديهم انفتاح دائم على التعاون وعلى التنسيق وعلى دعم الشركاء الدوليين من منطلق تطبيق القانون الدولي، من منطلق تقييم إلى أي مدى أبدت مصر والسودان مرونة بالغة خلال كافة مراحل التفاوض، وآخرها كان في كينشاسا عندما تعثرت استئناف المفاوضات نظرا للتعنت الإثيوبي ورفضه لهذا الاستئناف. ممكن نعود مرة أخرى للمفاوضات، وإمتى نعود للمفاوضات؟ إيه المحدد بالنسبة لنا؟ يعني احنا دائما ابدينا الاستعداد للتفاوض والتعاون. طبعا نحن في مرحلة دقيقة الآن نظرا لقرب ما أعلن عنه الجانب الإثيوبي من الملء الثاني، بالتأكيد أنه هذا الإجراء سوف يكون له تأثير على المسار التفاوضي، لكن ننتظر ولا نستبق الأحداث. هل وارد ناخد خطوة أخرى غير الخطوات اللي احنا شغلناها؟ أقصد الضغوط، العمل مع شركائنا في السودان والاتفاق اللي تم مع السودان؟ بالتأكيد كل الخطوات القادمة نسعى لأن تكون منسقة مع السودان حتى يكون لها الأثر، وأيضا عندما تتحدث دولتي المصب مع الشركاء الدوليين ذلك يعزز من الحجة ومن الطرح الذي يتم تقديمه. وبالتأكيد كل موقف سوف يلقى رد الفعل الملائم والمناسب له. اثيوبيا بتقول ان مصر والسودان عليهم يدفعوا 40 سنه حمايه النيل، ان اثيوبيا حامت النيل وبالتالي التعويضات لازم تدفع لاثيوبيا. هذا كلام لا يتسق مع اي من قواعد القانون الدولي، هو حديث ليس له اي مرجعيه في إطار آليات القانون الدولي أو المنظمات الدولية، وشيء في الحقيقة غير مستساغ. أثيوبيا بتقول إن احنا اتفاقية 2015 هي السبب اللي أدت الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، هل ده صحيح بالنسبة للاتفاقية؟ لا إطلاقا، في الحقيقة هو مخالفة الاتفاقية إعلان المبادئ. إعلان المبادئ كان واضح في أنه أثيوبيا لا تخدم على أي إجراء سواء من حيث الملء أو التشغيل إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق، هذا نص واضح وجلي، وكان يجب أن يتم أيضا الارتكان إلى الاستشاري الدولي الذي كان عليه أن يضع التقارير التي أعاقته إثيوبيا منعا لأن يأتي بتقرير يؤدي إلى إقرار المبادئ التي ندعو إليها، وبالتالي تم إعاقتها. فالمخالفة إثيوبيا للاتفاق المبادئ واضح، وبالرغم من هذه المخالفة فقد استمرينا نظرا للمسار الأفريقي، احترامنا للآليات الأفريقية، وأملا في أن يكون من خلال هذه الآليات ما يدفع إثيوبيا إلى إظهار الإرادة السياسية اتساقا مع ما تدعيه من الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. حتى عندما لجأنا إلى الحلول الأفريقية فامتنعت إثيوبيا، فامتنعت عندما أتت مساعدة الولايات المتحدة، امتنعت في إطار الآليات الأفريقية. فيعني كل مدى هناك إقرار لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية وإنما عمليات مماطلة. هل اتفاق 2015 ده الكلام عليه أنه أتى بحقوقنا أو حافظ عليها، ولا أضع حقوقنا بصراحة سيادة الوزير؟ لا طبعا، هو حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن إليه الآن. بدون اتفاقية إعلان المبادئ فلم يكن هناك أي التزام واقع على إثيوبيا ليقاس مدى امتثالها له أو مدى مخالفتها له، وبالتالي فكان واضح أنه أقر بمبادئ القانون الدولي، وضع شروط لعملية الملء والتشغيل، ومسار للتوصل إلى اتفاق للأسف لم يراعى، وهذا أمر لا ينفي من أن يصبح إطار قانوني موقع عليه وساري ونافذ يقاس عليه مدى التزام الأطراف، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد إلا أن يقر بأن إثيوبيا لم تلتزم به. هل ممكن في أي وقت إثيوبيا
تمنع المياه عن مصر، وبالتالي الكلام الحديث على بيع المياه في فترة من فترات زي البترول في بعض الدول، استخدام المياه للبيع؟ يعني زي ما قلت انه هذا حديث لا يتسق مع اي قواعد ولم يتم ممارسته في اي اطار للانهار الدولية، وهو امر خارج عن السياق ولا يتم حتى التطرق اليه، لانه لا يرتقي الى ان نتطرق او نشير اليه باي شكل. مسألة الحصص ايضا اللي اتكلموا عليها، انه نتكلم على الحصص مرة اخرى. يعني احنا بنتفاوض حول منشأ سد النهضة، ليس هناك تفاوض على اي امور اخرى. بالتأكيد انه النطاق الذي يتم هو نطاق مرتبط بالملء والتشغيل، هو الالتزام القائم على الدول الثلاثة ان تصل الى اتفاق حول هذا، ولا يتعدى الحديث هذا النطاق. ماذا لو حدث الملء الثاني؟ ده سؤال الأخير في ملف إثيوبيا عشان عندنا ملفات أخرى سريعة. من الناحية السياسية أمر مرفوض، أمر سوف يستتبع تصرف وإجراءات سياسية تحمي مصالح المائية المصرية والسودانية، باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة لدي كل من دولته المصب، لدي مصر في إطار قدرتها على التفاعل مع شركائها وعلى مع المجتمع الدولي، وبالتأكيد أنه الدولة المصرية ومؤسساتها بترصد وتتعامل مع كل مكون من هذه المكونات بكل تدقيق وبكل مراعاة لمصلحة الشعب المصري وحمايته. ممكن الذهاب لمجلس الأمن مرة أخرى؟ كل الاحتمالات قائمة، يتخذ القرار بشأنها بعد تقييم دقيق والقدرة على العمل المنسق، وأيضا تقييم لمدى العائد الذي يأتي في إطار حماية المصالح المصرية. ملف الثاني ست الوزير اللي شاغل الناس أيضا ملف تركيا، العلاقات المصرية التركية. تركيا تغازل مصر بتصريحات كتير، منها لسه امبارح وزير الخارجية بيتكلم على ربما يتم رفع التمثيل إلى سفراء بين مصر وبلادي. إيه حقيقة هذا الكلام؟ يعني طبعا التصريح مقدرة لما تنطوي عليه من رغبة، لكن هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية والالتزامات بأن تسير تركيا وفقا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة. هناك عدد من الطلبات والتوقعات من قبل مصر إذا ما تم مراعاتها من قبل تركيا، فهذا من شأنه أن يزلل الصعوبات القائمة ويفتح المجال الاستكشاف إلى أي مدى هناك استمرارية وتحول في السياسة التركية إزاء مصر. مصر دائما تسعى لأن يكون لها علاقات وثيقة مع الدول شركائها طبعا الإقليميين والدوليين، ولكن هذا على أسس سليمة من مراعاة المصلحة المصرية، ونسير لاستكشاف مدى استعداد تركيا بأن تقيم علاقتها مع مصر على المبادئ التي ذكرتها. ايه اللي تحقق منذ مجيء وزير الخارجيه التركي، نائب وزير الخارجيه التركي الى القاهره؟ ايه اللي تحقق؟ يعني تحقق، هل في تقدم؟ كانت فرصه مواتيه لتاكيد مره اخرى على الموقف المصري، لتاكيد على المبادئ التي تحكم العلاقات، لمواجهه الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها بتخدم المصلحه للاستقرار والامن في المنطقه، وأيضا أن يكون واضح بأن هذه عملية استعادة العلاقات هي عملية متدرجة يتم من خلال تقييم ورصد وشعور بأن هناك فعلا فائدة تعود من السير قدما في رفع مستوى العلاقة في التوقيت المناسب. سيادة الوزير، الملف ليبيا، ملف الشرق المتوسط، ملف الإخوان، ربما ثلاث ملفات مهمة. بالتأكيد ملفات ذات أهمية كبيرة، خاصة ما يتصل بأمن واستقرار مصر وأمنها القومي، أمور لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن تجاوزها، ولا بد من التعامل بمصداقية وأن يتم رصد
تحول وابتعاد تام عن أي شيء يزعزع استقرار مصر سواء الداخلي أو من خلال التهديد لأمنها القومي سواء في النطاق الإقليمي أو الدولي، فده شيء مقدس. هل وارد يسلمون عناصر اللي احنا طالبينها وإغلاق القنوات؟ لحد دلوقتي القنوات شغالة. يعني بالتأكيد أنه استمرار هذه الأوضاع بتجعل الأمور أكثر صعوبة. نحن نرصد كل هذه السياسات، وفي إطار أي تقدم وأي إيجابية يكون هناك فرصة لاستئناف العلاقات بالشكل الطبيعي. بعض الدول منزعجة ان احنا من التقارب المصري التركي، اقصد قبرص واليونان، احنا بنقول لهم ايه الرسالة؟ لا اطلاقا، ليس هناك انزعاج، ونحن نتعامل بشفافية كاملة مع شركائنا وحلفائنا، والعلاقات الوثيقة فيما بين مصر وتركيا واليونان تجعل هناك ثقة متبادلة وتفاهم، وايضا احاطة للدول الثلاثة لكل المجريات في النطاق الشرق المتوسط، في نطاق المصالح المشتركة التي تجمعنا، وليس هناك أي وجه للانزعاج، وإنما هناك ارتياح لهذه العلاقة وعوائدها. الملف الثالث ملف قطر أيضا يشغل الناس، وبالتالي بعد تدخلات قطر وتمويل وإعلام وغيره بدأنا عودة، يعني زيارة الوزير الخارجية القطري ولقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء مع سيادتك، ما هو القادم في العلاقات المصرية القطرية تحديدا؟ نحن ننفذ ما توافقنا عليه في بيان العلا بكل أمانة. مصر عندما تلتزم بإطار قانوني فدائما توفي بالتزامها وتحترمه، وأنشأنا الآلية اللجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى السنين المقطعة. نعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات، ونسير بخطى ثابتة، خطى تعلم جيدا ما هي المصلحة المصرية، تسعى لأن تكون علاقات مصر دائما مع أشقائها العرب لها الخصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك التي تؤهل بأن نكون متضامنين داعمين لبعضنا البعض. وحتى الآن مسار العلاقة من خلال لجنة المتابعة، اللجنة القانونية، الاتصالات السياسية تسير في الاتجاه السليم الإيجابي، ونرصد كل التطورات الخاصة بها، وسوف يكون خلال الأسبوع القادم تطور آخر إن شاء الله يكون له تأثيره على هذه العلاقات في زيارات ونموها. يعني هيكون واضح الأسبوع القادم ما هو نحن مقدمين عليه. سيادة الوزير، بعض الناس وأسر الشهداء تحديدا، عايز أقول لسيادتك أيضا أنه زعلانين أنه إحنا طول الوقت بنتكلم على قطر اللي عملت فين واللي عملته، وفجأة بنعمل هذه العلاقات. من سيادتك بتقول لهم إيه؟ هل حقوق الشهداء ضاعت كده ولا؟ يعني طبعا شهدائنا هم حماة هذا الوطن، هم الذين ضحوا التضحية الكبرى حبا في هذا الوطن ودعما لاستقراره ونهوضه، وحقوقهم لا يمكن أن تضيع، وعند الله وعند كل مواطن مصري معتز بالتضحية وممتن لهذه التضحيات. لكن العلاقات الدولية كثيرا ما تشهد مراحل مختلفة، وعلينا ليس هناك ثبات، ولكن علينا أن نعمل لتعزيز أمننا وحتى لا تذهب هذه التضحيات هباء، فنعمل على خلق الظروف في المستقبل التي تعفينا من استمرار أي نوع من التضحيات التي يعني نعمل على تجنبها من خلال إقامة علاقات تراعي المصلحة المصرية وتراعي تعزيز الأمن القومي المصري. إيه اللي قدمته قطر لينا بصراحة حتى الآن؟ يعني إحنا زي ما تحدثنا فنحن نثير بشكل متأني، بشكل يراعي المصلحة، بشكل يقيم مدى الاستفادة من هذه العلاقة وعوائدها التي تقليديا علاقتنا مع الدول والأشقاء العرب هي تقليديا علاقات تضامن وأخاء ودعم مشترك،
اذا اصابها بعض السلبيه في وقت من الاوقات، فده لا يجعلنا نفقد الرباط القوي بين الشعوب، وانما نعمل على طي صفحه الماضي وازاله السلبيات لتعود مره اخرى الى وتيرتها الطبيعيه من تعزيز القدرات المشتركه والتضامن والاخاء والمصير المشترك الذي لا محاله نحن نعيش في اطار اقليم واحد في تمازج وترابط ومصاهره فيما بيننا، وهذه هي المبادئ والقيم والمثل التي يجب ان تسود علاقتنا. ايه الضمانات انهم ما يرجعوش مره اخرى؟ وجود اليات ومؤسسات مصريه قادره على ان ترصد وان تتخذ الاجراء الذي يحمي المصلحه المصريه في نهايه المطاف. وزير خارجيه قطر من كام يوم اتكلم في لقاء اعلامي وقال ان احنا لم نبحث ملف الاخوان، مدى حقيقه هذا الكلام ودقه هذا الكلام؟ كل الملفات دائما طالما انها ذات اهتمام لمصر فهي مثاره ويتم تناولها ويتم تقييم مدى الاستجابه لكل المشاغل التي نبديها، وعندما نكون قد تعاملنا مع هذه المشاغل بالشكل الذي يعزز من استقرارنا ومن أمننا ومن قدرتنا على مواصلة جهودنا في التنمية، هذا هو ما يكون له وقعه على تقييمنا للعلاقة. بالنسبة لأدية تجاوب مع طلباتنا قطر، يعني حتى الآن نحن نسير بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة من الجانبين، وأيضا التناول كل القضايا الأخرى التي تشغلنا وتشغل الجانب القطري، وسوف نسير في تقييم هذا المسار وندفع به نحو الأمام، لأننا كما قلت نسعى دائما بأن تكون علاقتنا خاصة مع أشقائنا العرب على أحسن وجه وبشكل يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة. ماذا عن الدعوة التي قدمت للسيد الرئيس لزيارة الدوحة؟ يعني دعوة مقدرة، وطبعا سوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها ولأي زيارة أخرى. الملف الرابع أيضا ملفات المهمة، الوضع في غزة الآن وبعد دخول مصر بشركات لإعادة الإعمار في قطاع غزة. ده المسؤولية التي تحملتها مصر دائما في دعم القضية الفلسطينية، في دعم الشعب الفلسطيني، في الحس المرهف للشعب المصري لمعاناة أشقائه في فلسطين والاستعداد للتضحية. مصر ضحت برجالها ودمائهم وضحت بأموالها ودعمها السياسي على مدى السبع عقود الماضية، وتستمر في تقديم هذا الدعم، وخاصة بعد ما تعرضت له غزة وشعب غزة من تدمير متلاحق ليس فقط الأحداث الأخيرة ولكن أيضا ما سبق ذلك من صراع عسكري وعدم وفاء المجتمع الدولي بما وعد به من إعادة الإعمار. عندما تعد مصر فهي توفي بوعدها وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني، المواطن الفلسطيني في غزة يستحق منا كل دعم وكل رعاية ورفع المعاناة عنه وتحسين وضعه المعيشي حتى يستطيع أن يواصل مسيرته ويحقق أماله في إقامة الدولة الفلسطينية. إيه الرسالة اللي بنقولها أشقائنا الفلسطينيين في سواء الفصال أو رام الله رئيس محمود عباس وفتح في مسألة توحيد رأي الأشقاء الفلسطينيين؟ ده اللي عامل مشكلة حتى في المجتمع الدولي. يعني بالتأكيد التضامن والوحدة بيعزز قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة والوصول إلى إقامة دولته، عندما يكون هناك صوت واحد يعبر عن طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني يكون وقعه في الإطار التفاوضي في إطار العلاقة مع الشركاء الدوليين أقوى ونافذ، وهذا ما نسعى إليه. ماذا عن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، حكومة اللي هي ضد نتنياهو أنه ربما تشكل خلال اليومين الجايين كالكنيسة، مصر تعمل إزاي مع هذا الأمر بعد ما قطعنا شوط كبير الأيام الماضية مع نتنياهو؟ يعني مصر تتعامل مع أي حكومة من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول. الحكومة الإسرائيلية هي التي تتولى وفقا للإرادة
السياسية في داخل إسرائيل، ونحن نتعامل مع الحكومة من منطلق الاهتمام باستمرار دفع جهود السلام، تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الدولية وحل الدولتين، وأن تكون على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا التزام ومسؤولية دائما تطلع به مصر بصدق وبإخلاص بحكم الارتباط بين مصر والمصريين والشعب الفلسطيني. نظل نعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع شركائنا الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الأمل الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني وهو جدير به. أنباء الساعات الماضية من إسرائيل بتقول أنه طلبوا من مصر وقف ادخال الاسمنت، ادخال المعدات الى قطاع غزه، حقيقه هذا الكلام ايه؟ واذا كان صحيحا ماذا يعني هذا الامر بالنسبه لنا؟ نحن اعربنا والسيد الرئيس اقر بحجم المساعده ب 500 مليون دولار، وايضا نتعاون مع شركائنا الدوليين، ننسق مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه، بالتاكيد هناك ايضا تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار وتؤكد على أهمية الإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة. لكن مصر موجودة مش هتخرج، يعني احنا هنعمل مدينة وإعادة الإعمار مستمرين فيه. بالتأكيد أن هناك ثقة في المؤسسات المصرية، في الحكومة المصرية، ونستغل هذه الثقة للإقدام على الوفاء بالاحتياجات الشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز قدراته وتعزيز فرص المستقبل إزائه. التغير الإيجابي في العلاقات المصرية الأمريكية. مصر لها علاقة وثيقة واستراتيجية مع الولايات المتحدة، تستمر في أن تكون مراعية لهذه العلاقة لما تعود على الطرفين من النفع، ودائما هذه العلاقة قائمة على الاعتماد المتبادل والرؤية المشتركة بالنسبة للأدوار التي تتخذها كل من مصر والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعمل المشترك على المستوى الدولي والإقليمي. هناك العديد من القضايا سواء كانت جائحة الكورونا، تغير المناخ، تحقيق الأمن والاستقرار من حيث قضايا نزع السلاح وغيرها، هي مجالات كثيرة وعلاقة عميقة يعمل الطرفين على مراعاتها وتوسيع نطاقها، لأنها لها وقع قوي في إطار استقرار المنطقة وتحقيق السلم والأمن بها. هل هناك توجه جديد لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط؟ يعني سابق الأوان أن نذهب إلى هذا الحد، لكن نسعى إلى استئناف العملية التفاوضية، وهناك أطر سواء كان الرباعية الدولية، الرعاية الأمريكية، أيضا أي أفكار قد تطرح فيما يتعلق بهذه الآليات، نحن على استعداد للتعامل والانخراط في جميعها طالما الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني في مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والأمان وأن يحظى بدولته المستقلة. سؤال الأخير عن ليبيا، الأمن القومي ليبيا، ماذا يجري في هذا الملف تحديدا؟ هناك بعض الإشكاليات الخاصة بتوحيد بعض المؤسسات الليبية. المسار السياسي جاري تنفيذه، استعدنا التمثيل الدبلوماسي على علاقة بكل الأشقاء في ليبيا، في الشرق، في الغرب، في الجنوب. هناك مكونات للاتفاق السياسي تصل إلى الانتخابات في ديسمبر القادم، أيضا التفاعل والمفاوضات في إطار 5+5 في اللجنة الاقتصادية، عديد من الأمور كلها مرتبطة ويجب أن يتم تناولها فيما بين الأشقاء الليبيين. هذه بلد ليبيا بلدهم ومستقبلهم، عليهم أن يضعوا الحلول السياسية للسنوات التي مضت من
خلاف حتى يستطيع الشعب الليبي أن ينهض مرة أخرى وأن ينعم بالاستقرار. ماذا لو القوات الأجنبية موجودة والمرتزقة موجودين وهذا الملف تحديدا ليس له حل حتى الآن؟ يعني قرار مجلس الأمن إطار برلين، ونحن على مشارف اجتماع وزاري جديد لبرلين 2، كل المجتمع الدولي مستقر وداعم لخروج كافة القوات الأجنبية، كافة المقاتلين الأجانب، حل الميليشيات وتعزيز المؤسسات الليبية خاصة الأمنية، جيش موحد ليبي، شرطة موحدة تستطيع أن تحقق الأمن والأمان للمواطن الليبي وتكون داعمة لاستقرار ليبيا. 7 سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عودة الدبلوماسية المصرية، عودة مصر للعالم وحضن العالم، ومصر أصبح لها كلمة عامة قبل 2014. يعني نحن نسير بتعزيز مؤسسات الدولة، العمل على فتح مجالات واسعة من علاقاتنا الدبلوماسية، استفادة من تاريخ مصر وعلاقاتها المتشعبة، انتمائها الأفريقي، انتمائها العربي، انتمائها الشرق متوسطي، انتمائها الإسلامي، انتمائها لعدم الانحياز. لدينا دوائر عديدة متقطعة لانتماءات مصر الواسعة التي تغطي العالم أجمع، ولمصر مكانتها وتأثيرها وقدرتها على أن تكون عضو فاعل، عضو إيجابي في الإطار الدولي، وبالتالي دائما هناك فرصة وإقدام على أن تكون لكافة شركائنا علاقات وثيقة مع مصر على أساس المبادئ اللي ذكرتها في الأول، الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. سيادتك شرفتني يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتكم.